اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الاقلام، حيث نرصد فيه ابرز ما جاء في الصحف العراقيه والدوليه، ونبدا من ابرز العناوين. نقرا في موقع الهيانت: بسبب المياه الملوثه ارتفاع اعداد المصابين بالتسمم في البصره الى 70,000. جاء في المدى: ثلاثة مرشحين لرئاسة الحكومة على طاولة الفتح سائرون، أبرزهم عبد المهدي. وفي كتابات نشرت تحت عنوان ارتفاع عدد المرشحين لرئاسة العراق إلى 5 شخصيات كردية. ونتصفح في الجزيرة نت: لجنة دولية تقول مسجد قرطبة لم يكن يوما ملكا للكنيسة. ونتصفح في العربي الجديد: لا تفاصيل بعد عن منطقة منزوعة السلاح بإدلب ومصير مجهول للهيئة. أما في القدس العربي فجاء تحت عنوان واشنطن إسقاط الطائرة الروسية يؤكد ضرورة وقف إيران نقل أسلحتها عبر سوريا. ونتصفح أخيرا وليس آخرا في الحياة: ماي تتحدى خصومها في بريطانيا، إما خطتي وإما بريكزيت بلا اتفاق. أهلا بكم. أشارت صحيفة التايمز البريطانية في تقرير لها إلى أن الولايات المتحدة تلقت ضربة مزدوجة بوجه طموحاتها ونفوذها في العراق بعد أن خسرت في تنافسها مع إيران منصبين رئيسيين في هذا الصراع حول الترشح. ورغم التحشيد القوي له من البلد وواشنطن، فإن رئيس الوزراء المدعوم من أمريكا حيدر العبادي قد فشل بمناوراته للاحتفاظ بمنصبه لدورة ثانية. طبعا هناك أطراف موالية لإيران سعت لتشكيل ائتلاف منافس، وكان العبادي قد قال إنه لم يعد متشبثا إطلاقا بالسلطة بعد أن فقد دعم مقتدى الصدر له. ولإضافة ملح على جراح الحليف الغربي الولايات المتحدة، فإن مرشحها المفضل لمنصب رئاسة البرلمان قد هزم أمام محمد الحلبوسي، وهو محافظ سابق لمحافظة الأنبار مدعوم من إيران أيضا. وزارة الخارجية الإيرانية سارعت للتعبير عن فرحها بشكل مباشر بتصريحها أنها داعمة لديمقراطية العراق ووحدة أراضيه وسيادته الوطنية. كانت تلك بمثابة ضربة عنيفة مبطنة لمحاولات الولايات المتحدة الفاشلة بممارسة نفوذها بالتأثير على الحصيلة. المرشح الخاسر لمنصب رئيس البرلمان كان وزير الدفاع السابق خالد العبيدي حليف العبادي، الذي عمل جنبا إلى جنب مع القوات الأمريكية في الحرب ضد تنظيم الدولة. كلا الحصيلتين تمثلان نصرا لمبعوث إيران الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والذي يعد الشخصية البارزة لنفوذ إيران الخارجي. وكجزء من التحشيد الإيراني المقابل ذكر بأن الجنرال قاسم سليماني قد قضى 4 ساعات مجتمعا بمقتدى الصدر يحاول إقناعه بتغيير مسار تحالفاته. طبعا تقول الصحيفة أن العبادي الذي هو ليس بشخص عدائي لإيران إطلاقا يحظى بتقدير كبير من قبل الولايات المتحدة. حيدر العبادي يقف اليوم وحيدا على حد كبير، فقد تفكك حزبه وتراجعت شعبيته وشركائه السياسيون تخلوا عنه وانضموا إلى تحالفات أخرى، تحالفات مقربة من إيران. طبعا كثير من المراقبين رأوا أن الاحتجاجات كانت بمثابة ضربة مميتة للعبادي تمنعه من ولاية ثانية، بحسب صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية. كان من المتوقع أن يفوز في انتخابات أيار، فإنه قد حل ثالثا بعد القائمة التي يترأسها رجل الدين الشعبي مقتدى الصدر وقائمة الفتح التي تضم قادة من قوات فصائل الحشد بقيادة هادي العامري المقربين من إيران. قسم من المراقبين يجدون بأن هناك يد لإيران وراء تحييد العبادي باعتباره شخصا مقربا من الولايات المتحدة، خصوصا بعد موافقته الالتزام بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. الخيار رقم 1 للولايات المتحدة كان العبادي، ولكن هذا لم يحصل.
أما خيار إيران رقم واحد فقد كان في التحالف الذي يضم المالكي وهادي العامري والذي لم ينجح أيضا. إن الشعب العراقي لم يعد يهتم بخلفية المرشح إن كان شيعيا أو سنيا أو طبيعة هويته السياسية، بل يركز أكثر على من يقدم له من خدمات. أن الناس يقولون الآن أعطونا ماء نظيفا وكهرباء ووفروا لنا فرص العمل. وتضيف الصحيفة نقلا عن ناشطين أن الشعب لم تعد له رحمة بعد مع السياسي، إذ لم يحسن السياسيون أداءهم العام المقبل ويخدموا شعبهم بكل تفان وإخلاص، فعندها ستكون كارثة. جاء في البصار: حذاري أن تنخدع بما يعرضه شارع الشرف السياسي في منطقة تسمى بخضراء الدمن، فثمة دكاكين وبارات وملاهن وساحات وملاعب وحلبات، المشترك الرئيس والجامع لها هو بيع الوهم. ولو أردت وصفا لهذا السوق السياسي في العراق ما بعد عام 2003 وإلى يومنا هذا، ستجد أن بضاعتهم يتداولونها فيما بينهم، هذا يبيع لذلك وذاك يعطي صكوكا مؤجلة لآخر بقصد حجز تذكرة العبور إلى مرحلة قائمة. هذه السوق عمودها الفقري الطائفية، نعم الطائفية، وبضاعتها الرائجة الكذب والخداع والإلهاء، وقانونها الإجرام والقتل والمعتقلات، وتجارها مزدوجي الاعتماد الأمريكي والإيراني بحسب الكاتب حارث الأزدي في مقال بصحيفة البصائر العراقية. ليس جديدا أن نقول إن من لا شرف له غير مأمون، بل إن من الكوارث أن تأتمن من لا شرف له. فمن الحصافة والفهم والعلم أن لا تأمن لهؤلاء الذين باعوا ضمائرهم وأكلوا المال الحرام، ولا حد لهم في السقوط على هوية المنافع الشخصية على حساب الوطن. هذا المقال وما فيه من ألم وحزن موجه لكل من يؤمن أن لا بد من زيادة جرعة الوعي في طرح الرؤى والأفكار، فما عاد الأمر سرا حين ترى جموعا غير قليلة وهي تنخدع بملء إرادتها وتتأمل بهؤلاء خيرا، أو تمارس نوعا من الخداع لنفسها وغيرها عبر بوابة التمني، والتمني وحده يكفي بقلب المعنى والمفهوم رأسا على عقب. فما التمني إلا وهم، ولك الساعة التي أنت فيها. كيف يمكنك الوثوق بوعود مستوطني منطقة الخضراء الدمن ومشاريعهم وقوانينهم؟ صحراء من كل الجهات، وهي تضاد واضح جدا في كل تسمياتها، بدءا من شارع الشرف السياسي وحتى أغذوبة قبة الفضاء الوطني، فكلها أسماء ليس لها نصيب من معانيها إلا التضاد والنفرة والانعكاس. ويضيف الكاتب: أختم بما تعلمته من كبير وأصيل وواعي، وهو يقول: إياك أن تنخدع بالوعود، فإن رفعوا شعارا من أجل حرية المرأة، فاعلم أن عبودية واستخداما مذلا ينتظر المرأة العراقية. وإن رفعوا شعارا يقول من أجل ابتسامة الأيتام والفقراء والمعوزين، فاعلم أن كارثة بانتظار هؤلاء المساكين. وإن دعوا إلى حرية التعبير فاعلم أنهم كاذبون. وإن رفعوا دعوات الحرية فاعلم أنهم كاذبون فيما يدعون ويدعون. يبدو أن الأزمة السياسية في العراق التي تنبأ بها كثيرون قبل سنوات قد وصلت إلى مداها، وأنها مقبلة على تصعيد أكبر، ليس بين أطرافها الفاعلة وإنما بين تلك الأطراف والشعب العراقي الذي بات غير مقتنع إطلاقا بأن العملية السياسية قادرة على أن تعيد إليه بعضا من حقوقه ومتطلبات حياته الأساسية، بحسب الكاتب إياد الدليمي في العربي الجديد. يدرك أرباب العملية السياسية في العراق، إيران وأمريكا بالتحديد، أن العراق بات بحاجة إلى تغيير من نوع ما، لأنهم يعرفون أن انهيار هذه العملية لا يعني فقط انتشار الفوضى، وإنما أيضا قد يهدد نفوذهم. سعت الولايات المتحدة وإيران إلى تدارك سنوات الفشل والمرارة التي خلفتها سياستهم الفاشلة في العراق، فكانت بغداد والبصرة وأربيل محطات لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والمبعوث الأمريكي الخاص للعراق بريت ماكجرك، لتجري حرب المصالح سجالا بين الطرفين. فالولايات المتحدة
مهتمة هذه المرة بأن تكون الحكومة العراقية الجديدة أقل انحيازا وتبعية لإيران، ليس حرصا منها على مصالح العراق والعراقيين، وإنما لأنها تريد حكومة تستجيب لضغوطها وحصارها على إيران. قريبا من مشهد التلاقي والتخاصم السياسي الأمريكي الإيراني في العراق، ثمة تعقيدات أخرى باتت أكثر وضوحا في المشهد العراقي. فلم تعد قادة الكتل السياسية وتحديدا الكردية والسنية يثقون بالطرف الأمريكي الذي يبدو أنه فشل بجولة أخرى من جولات الصراع مع إيران في العراق، وبات حديثهم عن موثوقية الطرف الإيراني صريحا وغير خاف على أحد. السؤال الأهم، هل ستنجح هذه الحكومة في امتصاص نقمة الشعب الرافض للعملية السياسية وليس لوجوهها فحسب؟ لا أرى ذلك حسب ما يقول الكاتب، فالحكومة الجديدة حتى وإن أطلق عليها حكومة خدمات فسوف تستعين بالوجوه نفسها التي دخلت العملية السياسية منذ 2003 والتي أثبتت فشلها مع إجراء تغييرات لن تكون مؤثرة إطلاقا، كما أن أي حكومة لا تأخذ على عاتقها محاربة الفساد فعلا لا قولا ستكون نسخة مكررة من حكومات سابقة، ناهيك عن أن الحكومة الجديدة لن تتمكن من التخلص من سطوة الأحزاب التي شكلتها. يجعلون ذلك كله نؤكد أن أزمة العملية السياسية في العراق ستتواصل، وأن أزمة العراق التي طالت ستطول. التخلص من حيدر العبادي قرار اتخذته إيران بحسب الكاتب علي الأمين في مقال بصحيفة العرب اللندنية. ليس جديدا هذا السلوك الإيراني في مواجهة أي شخصية أو تيار في العراق يسعى إلى محاولة الحد من النفوذ الخارجي على مؤسسات الدولة. إذن قاعدة الدخول إلى النادي السياسي في العراق منذ نهاية نظام حكم البعث لا سيما لدى المكون الشيعي هي رضا قائد فيلق القدس قاسم سليماني. هذه القاعدة التي بدت أنها اهتزت خلال الانتخابات النيابية الأخيرة من خلال بروز تيارات متنوعة داخل المكون الشيعي. عملت إيران بقوة لإعادة استيعاب ما جرى وإعادة الجميع إلى الحظيرة السياسية التابعة لها والتي تستطيع من خلالها التحكم والسيطرة. هذا السلوك الإيراني تجاه العراق والذي يقوم على التدخل في العملية السياسية العراقية لا يشكل استفزازا للأمريكيين، ذلك أن القيادة الإيرانية تقدم نفسها في العراق للطرف الأمريكي باعتبارها هي من يستطيع أن يوفر متطلبات الوجود الأمريكي ومصالحه في العراق دون إزعاج، في مقابل أن تتيح واشنطن لإيران إدارة التفاصيل السياسية في بغداد، ومن هذه التفاصيل تحديد أسماء رئيس الحكومة والوزراء وغيرهم، على أن طهران تعرض على واشنطن معادلة خذوا ما تريدون من العراق لكن عبرنا وليس عبر العراقيين مباشرة. يضيف الكاتب قاعدة الدخول إلى النادي السياسي في العراق منذ نهاية نظام حكم البعث لا سيما لدى المكون الشيعي هي رضا قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني. في الحياة جاء مقال يقول بعد إعلان إدارة ترامب القدس عاصمة أبدية لإسرائيل وقطعها التمويل المالي عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، فضلا عن إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن قبل أيام، أكدت تسريبات إعلامية عن نية الرئيس دونالد ترامب الإعلان عن خطوة رابعة في بداية العام المقبل 2019 تتعلق بملف توطين اللاجئين الفلسطينيين داخل الدول العربية بخاصة الأردن وسوريا ولبنان، بحسب الكاتب نبيل السهلي في الحياة اللندنية. وفي الاتجاه التوطيني أيضا برزت مشاريع بعد اتفاقات أوسلو 93، كان من أخطرها خطة أمريكية لتوطين 5 ملايين فلسطيني في دول الشرق الأوسط والعالم، حيث أشارت الخطة إلى حلول لتوزيع حوالي 5 ملايين فلسطيني في الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة ودول غربية أخرى، وذلك حين طرحت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في مفاوضات الحل النهائي التي تتضمن قضايا جوهرية أخرى. وقال تقرير أمريكي استند في أهم إحصاءاته ومعالجة هذه القضية الشائكة إلى كتاب أشرفت على إعداده وطرحه في الأسواق
الأستاذة الأمريكية في القانون الدولي في جامعة سيراكوز في ولاية نيويورك دونا إيرزت المهتمة بالصراع العربي الإسرائيلي. قال التقرير إن هناك 5,357,000 فلسطيني في العالم، من أصل 6,275,800 نسبة سيجري توزيعهم على دول المنطقة وبعض عواصم الغرب كحل نهائي للصراع العربي الإسرائيلي. أما دول الغرب أو أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية فسوف يكون عليها تحمل عبء آخر وهي الأخرى، حيث يقترح التقرير أن تستوعب 90,000 فلسطيني لاجئ آخر بالإضافة إلى الذين لديها ليصبح العدد النهائي 542,000 لاجئ. واقترح التقرير الأمريكي أن تشارك دول الغرب وبعض الدول العربية في توفير الموارد المطلوبة لمهمة إعادة توزيع الفلسطينيين في العالم. مغارات ضيقة لا تتسع لعائلة ولا تحمي من الأمراض والخيام والنزوح مصير من لا أرض له في المحافظة. مرارة النزوح دفعت العديد من العائلات السورية في محافظة إدلب إلى التشبث بأرضها وموطنها، فاختارت السكن في الكهوف الطبيعية بعد أن تهدمت منازلها، وآخرون حفروا مغارات بجانب منازلهم وجهزوها بما يمكن من الاحتياجات الضرورية للاحتماء من قصف محتمل. الكهوف والمغارات وإن حمت الناس من الرياح والأمطار والبرد أو الحر الشديد في الخيام، فقد عادت عليهم بالكثير من الأمراض التي يتسبب فيها غياب التهوية والرطوبة والحشرات، كمرض اللاشمانيا والربو وحبة حلب. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.